فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد، وهل ورد أنه حلية أهل النار؟ يكره لبس خاتم الحديد، لكنه مباح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب أن يزوجه المرأة، فطلب منه المهر ولم يجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد. قوله التمس ولو خاتما من حديد دل على جواز الحديد، الخاتم من الحديد، إلا أنه يكره كراهة التنزيه، لكن عند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول الكراهة. التمس ولو خاتما من حديد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.